بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة موضوع الاكتف دايركتوري بارتيشن. تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، هناخد هنت النهاردة عن الكونفيجريشن بارتيشن. هناخد عن ايه؟ هنتكلم عن ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن الكونفيجريشن بارتيشن. خلي بالك بقى، الاكتف دايركتوري بارتيشن اتفقنا ان هو بينقسم لكام قسم؟ 4 اقسام، صح؟ دومين بارتيشن، كونفيجريشن، سكيما، ابلكيشن، صح؟ واتفقنا مع بعض ان كل بارتيشن من دول للكونسول اللي حضرتك بتعمل مانجمنت من خلاله ليه. يعني على سبيل المثال الدومين بارتيشن الكونسول بتاعه اللي هو اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، كونفيجريشن بارتيشن اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، ابلكيشن بارتيشن الدي ان اس، سكيما بارتيشن السكيما ولازم حضرتك تعمل لها ريجستر، صح؟ ولو حضرتك نزلت الاي دي اس اي اديت على ال 2003 هتلاقيهم مجمع لك الثلاثه بارتيشن. في ال 2008 هي نازله باي ديفولت، بس حضرتك كل اللي محتاجه ان انت تكونكت عليها، صح كده؟ طيب النهارده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه، عايزين نتكلم عن الحته بتاعت الكونفيجريشن بارتيشن. طبعا الحته بتاعت الدومين بارتيشن اللي هي بتعمل لها مانجمنت من خلال الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، دي احنا اتكلمنا عنها بما فيها الكفايه في كورس السيرفر، صح؟ ازاي ان انت كاريت يوزر، وازاي تعمل او يو، وازاي تمانج البرينترز، وازاي تمانج الشير فولدرز وتعمل له بابلش جوه الاكتف دايركتوري، صح؟ فاتكلمنا فيها بما فيها الكفايه. ناقص لنا بس حاجتين هناخدهم مع بعض في الكورس ده، ازاي تعمل كونتينر والجروبس، ازاي تعمل كونتينر والايه والجروبس، وكده تبقى الحته بتاعت الدومين بارتيشن خلصت. اللي هنتكلم بقى عنه، لحظه واحده، الحته بقى بتاعت الكونفيجريشن بارتيشن. اتفقنا مع بعض لما نخش هنا في الادمنستريتيف تولز اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، هتبص تلاقي عندك في الكونفيجريشن بارتيشن هو باي ديفولت بيعمل لك اول فيرست سايت، بيكريتولك بيسمولك ايه الديفولت فيرست سايت، صح؟ واحنا المره اللي فاتت عملنا له رينيم وسميناه كايرو. انت بقى ممكن يكون عندك اكتر من سايت. يكون عندي اكتر من سايت ليه؟ انا دومين واحد، مش ما بتكلمش دلوقتي على اديشنال، ولا بتكلم ما بتكلمش دلوقتي على لا تشايلد ولا تري، بتكلم ان انا في دومين واحد، خلاص؟ انا عندي دومين واحد، الدومين ده عامل له اكتر من اديشنال في مكان تاني. يعني عامل له اديشنال مثلا في اليكس، وعامل له اديشنال في اسوان، وممكن نعمل له اديشنال في طنطا. يعني ممكن نيجي هنا كده ونقول له احنا عايزين نعمل لك نيو سايت، السايت اسمه ايه؟ اسمه طنطا. تمام، ادي السايت بتاع طنطا اهو هينزل، بس طبعا ما فيهوش سيرفرات. الوحيد اللي فيه سيرفرات اللي هو كايرو، علشان خاطر انا عامل له الدومين بتاعي اللي هو اول دومين انا عملته في الفورست بتاعتي. اتفقنا مع بعض ان علشان يبقى عندي اديشنال، الاديشنال بيبقى صوره طبق الاصل من البرايمري بتاعي. اديشنال بيبقى صوره طبق الاصل من البرايمري بتاعي. طيب ازاي يبقى الاديشنال صوره طبق الاصل من البرايمري؟ لابد ان هو ياخد كل المعلومات اللي موجوده على البرايمري دومين كنترولر بتاعه. علشان يبدا ان هو ياخد كل المعلومات اللي موجوده على البرايمري دومين كنترولر بتاعه، لابد ان تتم عمليه بيسموها ريبليكيشن. يبقى كلمه ريبليكيشن معناها تبادل المعلومات، وهي دي صراحه اللي بتميز الحته اللي اسمها اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز. يبقى الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز بمانج فيها الحته بتاعت الريبليكيشن. يعني من الاخر، علشان لو اتسالت فيها في انترفيو ولا في اي حاجه، الكونفيجريشن بارتيشن هي اللي مسؤوله عن عمليه الريبليكيشن. لما كاريت يوزر في الحته اللي اسمها دومين بارتيشن على البرايمري بتاعي،
هيروح يتنقل للاديشنال بتاعي صح. هيتنقل للاديشنال ازاي؟ عن طريق الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز. فانا لو عندي دومين واحد، الدومين اللي موجود عندي ده هبدا ان انا انزله في السايت اللي اسمه كايرو. عايز بقى الناس اللي في اسكندريه تخش على الدومين بتاعي. كلمه تخش على الدومين بتاعي يعني اوزنتيكيتو، ياخدوا التيكت صح، ويقدروا ياكسسوا الريسورسز ويقدروا يشوفوا كل حاجه. طيب هقوم جاي لاي سيرفيس بروفايدر اقول له يا عم الحاج احنا محتاجين ان حضرتك تعمل لنا لينك ما بيني وما بين اسكندريه. فهيجي الراجل بتاع السيرفيس بروفايدر هيعمل ايه؟ هيعمل لي لينك عن طريق اسلاك السنترال اللي موجوده، فانا اقدر ان انا وانا قاعد على الجهاز بتاعي ابنج على الجهاز بتاع اسكندريه. الفكره وما فيها ان انا دلوقتي وسامح قاعدين جنب بعض، انا عايز اكسس الريسورسز اللي موجوده عند سامح واحنا الاثنين في اللوكيشن اللي اسمه اليكس. علشان اكسس الريسورسز بتاعت سامح اللي قاعد جنب مني لازم اروح القاهره اخد تيكت وارجع اكلم سامح، يقوم سامح رايح القاهره متاكد ان التيكت دي خارجه من الدومين كنترولر بتاعي فيفتح لي الريسورسز اللي عنده، علشان خاطر ممكن تكون هاكينج تول صح. شايف اللفه قد ايه؟ يبقى كده اللينكايه اللي ما بين القاهره وما بين اليكس مفحوطه، وقعت مش هتستحمل. كل واحد بقى عايز اكسس الريسورسز بتاعه الراجل اللي جنبه يروح للراجل اللي هناك. فبضطر ان انا اعمل ايه؟ بضطر ان انا اعمل اديشنال دومين كنترولر. وظيفه الاديشنال دومين كنترولر ايه؟ ان الناس توزنتيكيت منه وتاخد منه التيكت ويبقى عليه سكندري دي ان اس، الناس توزنتيكيت من خلاله وتريزولف من خلاله، فنقدر ان احنا ناكسس الريسورسز من السيرفر اللي جنبينا مش اروح القاهره. اتفهمت؟ خلي بالك علشان الكلام ده اللي احنا بنتكلمه واللي احنا بنقوله ده انت المفترض زي ما اتفقنا مع بعض ان هو بيخليك سيستم انجينير صح كده؟ فهو عمليا انت هتروح تعملها عند السيرفيس بروفايدر، يعني هو يروح يعمل لك اسلاك السنترال ويخليك انت تبقى راجل قاعد هنا يركب لك سويتشات ولا يركب لك فاير وول مثلا، يركب لك فورتي جيت هنا وفورتي جيت هنا وانت تقدر الاثنين يكونكتوا على بعض وتكونكت زي الديمون دايل اللي احنا خدناها. مش الديمون دايل اللي احنا خدناها في كورس الانفرا ده اتنين فيزيكال لوكيشن، واحد كان في اليكس وواحد كان في كايرو، وبتاع اليكس دخل على الريسورسز اللي في كايرو واللي في كايرو دخل على الريسورسز اللي في اليكس خلاص. ده عن طريق ايه؟ ان احنا عملناها له فيزيكال، وصلنا اسلاك ومديناها. انت بقى المفترض كراجل سيستم انجينير تترجم الكلام ده على الاكتف دايركتوري بتاعك. الكلام ده لازم يترجم، هو ده بقى الديزاين. يترجم ازاي؟ لو انا جيت دلوقتي وعملت اديشنال دومين كنترولر والاديشنال دومين كنترولر ده حطيته في نفس السايت بتاعي اللي هو كايرو، عمليه الريبليكيشن اللي بتتم ان ذا سيم تايم كبرها لو اتاخرت 5 ثواني، والخمس ثواني دول بياخدهم لو انت عندك اكتر من سيرفر. بيعمل ايه بقى؟ بيتم في الباك جراوند ايه؟ الدومين كنترولر بتاعي اللي هو اسمه دي سي، لو هو عنده مثلا اديشنال دومين كنترولر واحد واديشنال اتنين في نفس السايت، بيريبليكيت مع واحد ويهس 3 ثواني، يستنى 3 ثواني وبعدين يبدا يريبليكيت مع التاني. فالعمليه دي بتتم كبرها 15 ثانيه. هل انا كراجل سيستم ادمنستريتور اقدر ان انا اطول المده شويه؟ ما ينفعش. طالما احنا ان ذا سيم سايت الريبليكيشن بيتم وقتي، والبروتوكول المستخدم في عمليه الريبليكيشن بيسموه الكي سي سي. بيسموه ايه؟ كي سي سي، عشان برضو لو حد سالك يقول لك ايه البروتوكول المستخدم في عمليه الريبليكيشن لما نكون ان ذا سيم سايت. ايه؟ كي سي سي. كي سي سي؟ اه
مش عارف نوليدج حاجة كده تشيكر باين يعني، بس هو معروف يعني ترجمته يعني معروفة يعني فاهم. هو البروتوكول اسمه كي سي سي يعني ملوش ترجمة حرفية زي كيربروس كده، كيربروس تنين ذات الثلاث رؤوس. ايه تنين ذات الثلاث رؤوس دي؟ فهو بروتوكول مستخدم، انت فاهم قصدي؟ يعني كي سي سي خلاص كده، ده البروتوكول اللي بيتم اللي انا اقدر من خلاله ان انا ريبليكيت ان ذا سيم سايت. يبقى ان ذا سيم سايت الريبليكيشن بيتم ايه؟ وقتي. اقدر اتحكم فيه؟ ما اقدرش اتحكم فيه. طب ما كده انا ما عملتش حاجه، ما كده الناس برضو بتاعت اليكس لو يوزر قاعد في القاهره وعمل ريسيت للباسورد بتاعته او غير الباسورد بتاعته او انا طبقت بوليسي على الاو يو بتاعت القاهره، هتروح تسمع في نفس الوقت في اسكندريه. فكده او كده اللينكايه اللي ما بيني وما بين اسكندريه اتفحتت صح؟ قالك لا، ما هو لما حضرتك تكون على الطبيعه في اتنين فيزيكال لوكيشن، يعني واحد في اسكندريه وواحد في القاهره وفي ما بينهم لينكايه، اللينكايه دي هيبقى مثلا ايه 2 ميجا خلاص. حضرتك كمان على المستوى الاكتف دايركتوري في الحته اللي اسمها كونفيجريشن بارتيشن افصلهم لي، خلي لي كل واحد في سايت مختلف عن التاني، فحط لي بتاع اسكندريه على السايت اللي اسمه اسكندريه اليكس، وحط لي بتاع اسوان في السايت اللي اسمه اسوان، وحط لي اللي في طنطا في السايت اللي اسمه طنطا. هنشوف الكلام ده عملي كمان 10 دقايق بالظبط ان شاء الله. طب ايه الحكمه؟ الحكمه ان انا اقدر اتحكم في عمليه الريبليكيشن. باي ديفولت عمليه الريبليكيشن لما يكونوا في ديفرنت سايت بتبدا ب 180 دقيقه، يعني كل 3 ساعات. اقلهم 15 دقيقه، اقصاها 10080 دقيقه، والرقمين دول تحفظهم زي اسمك، عشان لو واحد جه في انترفيو سالك قال لك انا في اتنين ديفرنت سايت وعايز اخليهم يريبليكيتوا وقتي، ينفع؟ ما ينفعش. اقل حاجه ها ايه؟ 15 دقيقه. اقل حاجه 15 دقيقه فاهم، واقصى حاجه 10080 دقيقه. العملية بقى دي بتتم باتنين بروتوكول، تختار ايهما، حاجة اسمها الـ RBC over الـ IP وحاجة اسمها الـ SMTP. RBC over الـ IP او حاجة اسمها الـ SMTP. الفرق ايه؟ الفرق ان الـ SMTP بيحتاج ان حضرتك تنزل حاجة اسمها Certificate Server، يعني سيرفر يشفر لك الترافيك على الناحيتين، ولازم الاثنين دومين كنترولر يؤذنتكتوا من بعض قبل ما يبداوا عمليه الريبليكيشن، والترافيك بتمر في السلك مشفره، ده لما تستخدم الاس ام تي بي. اما الار بي سي اوفر الاي بي لا تحتاجش ان انت لا تنزل سيرتيفيكت ولا بتحتاجوا ان هم يؤذنتكتوا من بعض. طيب العمليه بقى دي تتم ازاي؟ العملية دي مختلفة شوية في 2003 عن 2008. في 2008 وانا بنزل الاديشنال هو لوحده هيديتكت السايتس اللي عندي ويبدأ ان هو يقول لي ايه انت عايز تنزله في اني سايت. في 2003 كان الوضع مختلف، كان هو على طول بيبص على الحتة اللي اسمها السبنت ويبدا ان هو ينزل لي الاديشنال حسب الرينج الاي بيهات اللي هو واخدها منه. طبعا احنا طنطا دلوقتي عملناه ونسينا نعمل له سبنت، فهنعمل له سبنت جديده، هنقول له عايزين نعمل لك نيو سبنت 192 مثلا 168، او خليها رينجات خليها عشرات 10 10 10 0 16 24، قول له دي ريليتد بالسبنت اللي اسمها طنطا. لوحده بقى هيجي وهو بيريبليكيت معاه هيبص على الحته بتاعت الكونفيجريشن بارتيشن يشوف هو واخد انهي اي بي، وحسب الاي بي اللي هو واخده
هينزل في السايت. انا بتكلمش دلوقتي عن الاديشنال خالص، ولا هنفتح الاديشنال. الاديشنال ده ان شاء الله باذن الله المره الجايه نتكلم فيه. نتكلم النهارده عن عمليه الريبليكيشن ديزاين، بس ازاي ديزاين الاكتيف دايركتوري بتاعي في عمليه الريبليكيشن. تمام كده؟ فهتبص تلاقي حضرتك لو احنا جينا هنا، خلي بالك احنا هننزل كل دول دلوقتي، هنيجي هنا كده ونفتح اديشنال دومين كنترولر تاني. ادي الاديشنال دومين كنترولر بتاعي، هبدا ان انا اجي هنا كده واظبط له الاي بيهات. خلي بالك علشان تظبط الاديشنال او تظبط التشايلد او تظبط تري او تظبط اي حاجه، لازم كبدايه يكونوا واخدين الدي ان اس بتاع البيرنت. عشان العمليه دي تتظبط لازم يكونوا واخدين الدي ان اس بتاع ايه؟ البيرنت. فهبدا ان انا اظبط له اي بي، هقول له مثلا 192 168 1 201، وادي له الدي ان اس بتاع مين؟ البيرنت بتاعه 192 168 واحد 200. حلو كده. هتيجي هنا خلي بالك ان الاديشنال دومين كنترولر بتاعي ده ورك جروب، هل لازم اعمل له جوين للدومين؟ مش شرط، هو لوحده بمجرد ان انا اقول له انت هتبقى اديشنال دومين كنترولر هيجوين الدومين ويبقى صوره تبقى الاصل من البرايمري بتاعي. خلي بالك بقى ان لو انا عندي اديشنال بينهرت ايه الاديشنال؟ الاديشنال بينهرت الاربعه بارتيشن. لو هو كده او كده هياخد الدومين بارتيشن، هياخد الكونفيجريشن دي. ليه هياخد الكونفيجريشن؟ عشان يعرف يريبليكيت مع مين. هياخد السكيما وهياخد الابلكيشن لو نوع الزوم بتاعتي اكتيف دايركتوري انتجريتد. طب لو عندي تشايلد، لو عندي تشايلد هياخد كونفيجريشن وسكيما. ليه كونفيجريشن؟ عشان يعرف برضو يريبليكيت مع مين، مش هيفتح ريسورسز من عندي. فتعالى بقى انت دلوقتي كده نيجي على الاديشنال دومين كنترولر ونيجي نوقف هنا كده ونقول له دي سي برومو. حلو. ونشوف بقى الاديشنال دومين كنترولر بتاعي لما هينزل وهو واخد 1 201 هينزل فين؟ المفترض ان هو باي ديفولت ينزل تبع السبنت اللي هي دي 192 168 اللي هي ريليتد بمين؟ بكايرو. بس هو نتيجة ان الاديشنال دومين كنترولر بتاعي ده هينزل على ويندوز سيرفر 2008 هيخيرني. لو ده 2003 اوتوماتيك هتبص تلاقيه ينزل في الحته اللي هو السبنت مندرج فيها. فعشان كده احنا ايه منزلين سيرفر اديشنال 3 ده هيبقى 2003. هنقول له احنا عايزين نخش في الادفانسد مود نيكست. هيبدا ان هو يقول لي خلي بالك الانتي 4 وال95 وال98 ما بيفهموش الاكتيف دايركتوري، نزل لهم بعد اذنك الكلاينت. صح كده؟ نيكست. بعد كده هيقول لي انت عايز تعمل تكرييت نيو دومين في نيو فورست ولا اكزيستنج فورست؟ احنا في اكزيستنج فورست. يعني حضرتك عايز تكرييت لي ايه؟ تشايلد ولا تري؟ ولا تشايلد ولا تري، انا عايز اكرييت لك دومين كنترولر في اكزيستنج دومين، يعني اديشنال دومين كنترول. نيكست. هيبدا يقول لي طيب قول لي بقى ده هينزل في انهي فورست؟ الفورست اسمها ايه؟ ABC دوت لوكال. مش اسمها ABC دوت لوكال ولا احنا كنا مغيرينها؟ طيب ABC. قول لي بقى الكريدنشال بتاعتك مين اللي من حقه يعمل اديشنال؟ مش اي ادمنستريتور، ده الانتربرايز ادمن. مين هو الانتربرايز ادمن؟ اول ادمنستريتور في اول دومين في اول فورست.
او الادمنستريتور في اول دومين في اول فورست. هو حتى بيقول لك اديني الادمنستريتور بتاع اي بي سي. عارف لو بعمل تشايلد هيقول لي اديني الادمنستريتور بتاع اي بي سي، لو بعمل تري هيقول لي اديني الادمنستريتور بتاع اي بي سي. نيكست. قال لك احنا في اي بي سي ودي الفورست رود دومين. عارف بقى دي جابها ازاي؟ جابها ازاي؟ عن طريق الدي ان اس. لو مش حاطط له دي ان اس عمره ما كان جابها. نيكست. طبعا خلي بالك بقى الاديشنال ولا هيسالني يقول لي انت الفورست فانكشن ليفل بتاعتك ايه ولا الدومين فانكشن ليفل بتاعك ايه، لان انا هنزل على البرايمري. البرايمري الفانكشن ليفل بتاعته 2000 يبقى انزل 2000، الفانكشن ليفل بتاعته 2003 يبقى انزل 2003، الفانكشن ليفل بتاعته 2008 يبقى هنزل 2008. رجع بعد كده قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك انا لقيت سايت، لقيت عندك اكتر من سايت، انزل في انهي واحد فيهم؟ انزل في انهي واحد فيهم؟ عارف لو انا شلت التشيك بوكس ده انا ممكن اقول له انزل في اليكس واقول له نيكست، هينزل لي في اليكس حتى وان كان اليكس السبنت بتاعته مختلفة عن السبنت بتاعت كايرو، هينزل وهو مغمض. ايه؟ مش هيتشاف، مش هيتشاف. لازم بقى تغير له الاي بيهات بتاعته. انت فاهم؟ او تقول له ايه؟ use the sites that a corresponds to the IP address of this computer. corresponds يعني ايه؟ يعني اللي يقابل الاي بي بتاع الكمبيوتر. فهو لوحده راح معلم لك على مين؟ كايرو. ليه؟ لان هو شاف الاي بي بتاعه في كايرو. نيكست. هيبدا يقول لك انت تنزل لي الدي ان اس، اه انا عايز اسطب عليك دي ان اس، وعايز تخليني جلوبال كاتالوج، ممكن تقول له اه خليك كمان جلوبال كاتالوج. اتفقنا مع بعض الجلوبال كاتالوج ده ولسه هنتكلم فيها وهنشرحها، ان الجلوبال كاتالوج دي عندها معلومات عن كل الريسورسز اللي موجوده في الفورست كامله. وطبعا بيقول لك ايه؟ انت عايز تعمل ريد اونلي دومين كنترولر اللي هنشوفه المره اللي بعد الجايه ان شاء الله. فانت طبعا دي ديمت. عارف ديمت ليه؟ لان بيقول لك علشان تانستول الريد اونلي دومين كنترولر لابد ان الفورست فانكشن ليفل بتاعتك تكون 2003 او اعلى. اعلى يعني 2008. فطبعا احنا لما كنا بنسطبها كنا قايلين له ان هي تكون ايه؟ 2000. فعشان كده هي مقفوله. فلازم تخش هنا علشان دي تتفتح، لازم تخش تحول الفورست فانكشن ليفل بتاعتك من 2000 ل 2003 او 2008، وهو ده اللي احنا هنشوفه قدام لما نيجي نسطبه ان شاء الله. نيكست. هيبدا ان هو يسطب لي الدي ان اس. هيبدا بعد كده يقول لي انت عمليه الريبليكيشن، وكلمه ريبليكيشن يعني ايه؟ يعني تبادل الحاجات اللي موجوده عنده، الاربع حاجات اللي هي الابلكيشن الدومين والكونفيجريشن والسكيما والابلكيشن. انت عايز حضرتك تريبليكيت عن طريق النتورك ولا هتريبليكيت من ميديا من فولدر اوريدي موجود؟ طب الميديا دي جايبها منين؟ ان انا اكون عامل باك اب من الاكتف دايركتوري بتاعي واشاور عليه من هنا، وهناخدها لما ناخد الباك اب بتاع الاكتف دايركتوري بتاعنا في الكورس ده ان شاء الله. فاحنا نقول له انا عايز ريبليكيت من ايه؟ من على النتورك بتاعتي. نيكست. هيبدا يقول لك ايه؟ طب قول لي بقى انا ريبليكيت مع مين؟ هو طبعا هنا مش شايف غير مين؟ غير اي بي سي دوت اللي هو الدي سي دوت اي بي سي دوت لوكال. ليه؟ لان انا ما عنديش غيره اصلا. انما لما انزل بقى اديشنال واروح انزل اديشنال في سايت تاني هيطلع لي الاثنين. نيكست. طبعا هيقول لك الان تي دي اس اللي هي الداتابيز نيو تكنولوجي دايركتوري سيرفيس، خلاص
دي بتحتاج ال 200 ميجا ودي بتحتاج ال 50 ميجا والسيس فول بتاعه البوليسز. نيكست هيقول لك اديني الباسورد بتاعه الريستور مود. هيديك بقى سامري ويقول لك السايت اللي هينزل فيه ايه. كايو نيكست. لا 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 مش من هنا خالص. حلو كده. هيبدا بقى يعمل عمليه ايه؟ عمليه ريبليكيشن. بص بقى الكلام اللي هو بيكتبه، هو بيريبليكيت من البرايمري للاديشنال دومين كنترولر. هو دلوقتي ايه؟ بيسطب لك الدي ان اس، بعد كده هياخد البوليسز اللي موجود عليه. بص تشينج الدومين ممبرشيب اوف ذيس كمبيوتر، يعني هيخليها ايه؟ تبقى تبع الدومين، جوين للدومين. قول يا باشا بتقول ايه. بص انستول الاكتف دايركتوري سيرفيس. ماشي ثواني بس هقول لك اهو. بص الدومين الاكتف دايركتوري دومين سيرفيس، ها اللي هي ايه؟ الحته بتاعت الدومين بارتيشن ريبليكيت السكيما، شايف؟ ها ريبليكيت الكونفيجريشن، انت شايف؟ هيبدا بقى ان هو يريبليكيت كل حاجه موجوده عندك، صح؟ طيب ممكن بقى بعد كده نقول له ايه؟ طبعا بقى بعد كده الدي ان اس ممكن تقول له ريبوت اون كومبليتد. بص بقى لو دخلت هنا دلوقتي كده على الدومين كنترولر بتاعي اللي هو البرايمري مش الاديشنال، ودخلنا هنا في السايت اللي اسمه كايرو، نعمل لها بس نقفل الكونسول ده ونفتحه تاني. دخلت في اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز كايرو سيرفرز، هتلاقي ايه؟ الاديشنال دومين كنترولر نزل. عارف بقى الاديشنال دومين كنترولر بتاعي ده لو انا جيت عملت اي حاجه على البرايمري دومين كنترولر بتاعي هتروح تسمع هناك على طول في نفس الوقت in the same time. ليه؟ لان هما الاثنين في نفس السايت، ففي نفس السايت عمليه الريبليكيشن بتتم وقتي. ابص ركز بقى معايا دلوقتي كده، انا هخش على الاديشنال اهو. خلي بالك برضو في حاجه برضو مهمه على بال ما نبقى نتكلم عن الاديشنال ان ديتيلز، ان الاديشنال دومين كنترولر كان في ال 2000 وال 2003 وفي ال 2008 كان زيه زي البرايمري دومين كنترولر ما عدا الخمسه سيرفيس اللي احنا اتكلمنا عنهم بس. اي حاجه انا هعدلها في الاربعه بارتيشن، يعني ان كانت دومين بارتيشن او الكونفيجريشن او السكيما او الابليكيشن، هتروح تسمع في البرايمري. يعني الاديشنال كبير برضو، يعني الدنيا كبيره. يعني لو رحت كريت يوزر على الاديشنال هلاقيه في البرايمري، ولو كريت يوزر على البرايمري هلاقيه في الاديشنال. لان الكلام ده كان ايام زمان كان في عندي حاجه اسمها الانتي فور. انتي فور ده كان باك اب، كان اسمه باك اب انتي فور. يعني ايه باك اب انتي فور؟ يعني ما يكريتش عليه حاجه. مايكروسوفت بقى اخترعت لك في 2008 الريد اونلي دومين كنترولر. الريد اونلي دومين كنترولر وظيفته ايه؟ ريد اونلي من اسمه، يقرا بس. يعني ينفع كاريت عليه يوزر؟ لا مفيش حاجه اسمها نيو يوزر، هو مجرد بس مرايه يقرا فقط لا غير. بص بقى لو دخلت دلوقتي كده على على الاديشنال دومين كنترولر بتاعي، دخلت هنا كده جوه الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، هو
عارف انا لو جيت هنا دلوقتي كده وكريت اويو حلو وسميتها ماركتنج، ده على الاديشنال صح؟ لو رحت دلوقتي على البرايمري ايه اللي حصل؟ وقتي. لو جيت جوه الماركتنج دي كريت يوزر، وليكن جيت هنا كده وكريت يوزر سميته اكس، لو رحت على الاديشنال اكس اهو، ولو دلته من على الاديشنال ورحت هناك تفهم ليه بقى؟ لان هما in the same site، في نفس السايت. فالاديشنال دومين كنترولر لما عمل عملية الريبليكيشن in the same site بيتم وقتي في نفس الوقت. بص انا ممكن اجي بقى دلوقتي على الاديشنال دومين كنترولر، ادي الـ ADC1، لو جيت هنا كده فتحت Active Directory Sites and Services، عارف لو انا عدلت اي حاجة هنا، لو انا عدلت اي حاجة هنا هتروح تتعدل هناك برضو. ليه؟ لان هما in the same site، في نفس السايت، فعملية الريبليكيشن انا ما بقدرش ان انا اتحكم فيها. طب لو هما في different site، لا اقدر بقى اتحكم في عملية الريبليكيشن. اقدر اتحكم في ايه؟ في عملية الريبليكيشن. فهمت؟ فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ طيب تعالوا بقى نيجي هنا كده على الـ ADC ده ونقفله. بصوا بقى يا رجالة، لو جينا دلوقتي احنا هنا على الـ Primary Domain Controller بتاعي، خلاص المفترض بقى ان انا عايز انزل Additional Domain Controller في السايت اللي اسمه ايه؟ Alex. خلاص علشان ينزل في السايت اللي اسمه Alex اتفقنا مع بعض ان السبنت بتاعت Alex دي واخده 192 168 20، صح كده؟ مش واخده 20؟ هنبدا ان احنا نيجي هنا كده ونظبط الرواتر بتاعتنا. عندنا 2 راوتر، ادي الراوتر الاولاني، هنيجي هنا كده في كنترول بانل نتورك، مانج نتورك، هنيجي هنا مثلا ونسمي ده اي 1 ونديله اي بي 192 168 1 100. حلو كده. وهنيجي هنا ونسمي ده اي 2 وهنديله ريال اي بي 62 2 2 1. نخليها 255 زي. تمام. وهنيجي هنا عند اي 1
عايزين بس نعرف اني بقى في يوم E1 ده E2. تظبيطة الراوتنج اللي كنا بنظبطها في كورس الانفرا ده كده E1. E1 هنخليه host only و E2 عن كاستمايز ونخليه على VMware 3. حلو كده. ماشي كده. وهنيجي هنا دلوقتي عند الراوتر الثاني. انا عامل لكم راوتر 2003 وراوتر 2008. هنسمي ده E3. هنديله 62.2.2.2. ونسمي ده E4. هنديله بقى 192.168.1.2.100. هنيجي بقى ده اني ده حلو. ده بقى عن كاستمايز ونخليه على 4. لا ما احنا هنخليه VMware 4. انا عايز افصل الاربع مكانات عن بعض خالص. تفهم؟ هو ده مش الريال. فده انا هخليه ايه؟ E4. وده اللي هو الريال ده هخليه E3. بوصله بالتاني. صح كده؟ انا دلوقتي كده لو بنجينا من ده كده. بينج 62.2.2.1. مش شايفه؟ يبقى الفاير وول شغال. تمام كده. هاجي بقى هنا عند الاديشنال دومين كنترولر بتاعي. وهديله 192.168.2.200. تمام كده. واديله الدي ان اس بتاعه 192.168.1.200. صح كده. واديله الجيت واي 192.168.2. طبعا ايه بتاع اللي هناك؟ ما هو 1.200. حد تايه منه حاجة؟ واجي هنا على الدومين كنترولر بتاعي واديله الجيت واي علشان نعرف نخش له.
192 168 1 100. طبعا الدي ان اس اللي هو ال 127 ده اللوباك اللي هو نفس الاي بي بتاعه. نقفل برضو الفاير وول عشان ايه. تمام كده؟ مش في راوتر؟ مش الراوتر هيروت الباكت؟ هنبدأ بقى نيجي هنا على الراوتر الأولاني اللي هو الـ 2008 ونبدأ إن احنا نخش هنا كده في السيرفر مانجرز رولز ونقول له عايزين نقاد لك رول. سيرفر رول ونقاد اللي هي الايه النتورك بوليسي اند اكسس سيرفيسز. نيكست نيكست. عايزين نقاد ايه راوتينج اند ريموت اكسس صح كده. نيكست انستول. اما على مستوى تعالى بس كده ايه نشيل الفاير وول من هنا بالمره. على مستوى ال 2008 او ال 2003 مش محتاج ان انا اعمل الحركه دي لسبب لان الراوتنج اند ريموت اكسس كده او كده باي ديفولت متسطبه صح. لو دخلنا في الادمنستريتيف تولز هنلاقي راوتنج اند ريموت اكسس. كل اللي انا محتاجه بس ان انا اعمل لها ايه انيبلد. فاجي هنا كده واقول له ايه كونفيجرد اند انيبلد ريموت اكسس نيكست كاستم كونفيجريشن نيكست. عايز اشتغل ايه لان راوتينج نيكست فينيش. هيرستارت السيرفيس. حلو كده. وابدا ان انا كلوز. اجي بقى اخش بقى هنا كده راوتينج اند ريموت اكسس configured next custom next lan routing next finish. برضو هي restart السيرفيس. وابدا ان انا اظبط الكلام ده ان هما يشتغلوا از رواتر صح كده. طيب دول كده بقوا عندي راوترين. بس هل انا من هنا لو جيت كده من هنا قلت له بينج 192 168 1 200 هيريبلاي؟ مش هيريبلاي صح. هو قال لك ديستنيشن هوست ان ريتشبل ان انا رميت على 2 200 و2 200 ما وصلنيش لان كل راوتر من الرواتر فيه سبنت مجهوله بالنسبه له صح. اتفقنا مع بعض ان انا يا اما اعمل العمليه دي استاتيك يا اما اعملها ايه دايناميك. استاتيك ان انا اجي هنا كده واعرف كل راوتر السبنت اللي معاه، يا اما دايناميك ان انا اقف في جنرال هنا واقول له نيو راوتنج بروتوكول واشغل له ايه الريب صح. طيب تعالوا بقى احنا ايه نيجي هنا كده في اي بي فيرجن 6 ونقول له في اي بي فيرجن 4 ونقول له احنا عايزين نعمل لك ايه استاتيك روت نيو استاتيك روت. لو حد سألك على 192 168 ها 2 2 0
بالسبنت ماسك 255 255 255 0 صح كده؟ اخرج من اي 2 ارمي على 62 2 2 2 بالمتريك كم راوتر هنعدي عليه؟ راوتر واحد صح كده؟ ها واروح لراوتر 2 وقول له انا عايز اعمل لك استاتيك روت. لو حد سألك على 192.168.1.0 بالصبنت 255.255.255.0 اخرج من اي 3 ارمي على 62.2.2.1 والمتريك بتاعتك هتبقى ايه؟ واحد. في مشكلة كده بينج 192.168.2.0 اه عارفين ايه المشكلة؟ احنا ما زبطناش على الاديشنال دومين كنترولر النتورك بتاعته، احنا مخلينا هوست اونلي، المفترض نخليه على نت في ام وير 4. صح كده؟ مفترض بقى كده يبنج بقى و126 صح كده؟ يبقى هو كده قدر ان هو يوصل للبرايمري دومين كنترولر بتاعه، والبرايمري دومين كنترولر بتاعه يعرف يوصل له بنج 192.168.2.200 ها صح كده؟ و126 ليه؟ علشان خاطر عدى على 2 راوتر. لو جينا بقى احنا دلوقتي هنا كده فتحنا الران وكتبنا له دي سي بروم، المفترض بقى ان الراجل اللي موجود في اليكس ده لما يجي ينزل يبص على السبنت بتاعته يلاقيها 2 و2 دي ريليتد بالسايت اللي اسمه اليكس فينزل في اليكس صح كده؟ بس برضه نتيجة ان السيرفر ده 2008 هيخيرني، هيقول لي انت عايز تنزل على الحتة اللي يقابل الاي بي الفلاني ولا انزلك انت في السايت اوتوماتيك انت تختاره. كلام بقى ده لو 2003 مش هيخيرني. نيكست هتقول له ادفانسد مود نيكست اديشنال دومين كنترول نيكست اي بي سي دوت لوكال سيت الكريدنشال بتاعتك ها بص قال لك احنا في ايه؟ في الفورست اللي اسمها اي بي سي دوت لوكال. جابها منين؟ عن طريق الدي ان اس. طب عرف يوصل من الدي ان اس منين؟ عن طريق الرواتر. اقدر بقى انا عن طريق الرواتر دي اعمل الحته بتاعت الباكيت فلتر. بص لوحده بيقول لك ايه؟ هو يوز ذا سايت ذات كورسبوندز تو ذا اي بي ادريس اوف ذيس كمبيوتر. لوحده راح معلم لك على ايه؟ اليكس اللي هو يقابل نفس الاي بي بتاعه. عارف لو انا شلت التشيك بوكس ده تختار له ممكن تنزله في اسوان براحتك. ايه ما هو هنزله ليه في كايرو وانا عامل كل الافلام دي؟ ايه عادي لو نزلته في اسوان مش ايه لا مش هيعرف يقرا مش هيعرف هيقرا طبعا لا ولا في كايرو لان الاي بي مختلف. اه لو في الراوتر بنفس الاي بي بتاعه لو نزلته في اسوان في كايرو هيقرا عادي خالص. طبعا هيقول لك الدي ان اس والجلوبال كاتالوج نيكست. ما كانش
ايه؟ 2003 كنت انا بخش اشغل الجلوبال كنترول مانيوال. اه ما احنا برضو انا اوريك ازاي تشغلها. طبعا برضو هيقول لك الريبليكيت اوفر النتورك ولا تريبليكيت من ميديا، تبقى انت مباك اب الاكتيف دايركتوري بتاعك. هيبدا بقى بعد كده بص بقى بيقول لك ايه، انهي واحد اللي عايزه يريبليكيت معايا، تسيب الويزرد يتشوز ولا حضرتك تختار لي؟ عارف لو انت قلت له سيب الويزرد يختار هيختار باي ديفولت ده. عارف ليه؟ لان هو باي ديفولت ده مش اول دومين كنترولر، ده باي ديفولت بيبقى متعلم ان هو البريدج هيد. كلمه بريدج هيد يعني الراجل الكبير اللي حضرتك لما تيجي تحب تريبليكيت تريبليكيت معايا انا، انا الكبير بتاع الليله دي. طبعا هوريك ازاي تغيرها. فانت قول له مثلا ايه، ممكن تقول له خلي بالك انت ممكن مثلا تكون عامل اديشنال عشان الفروع تريبليكيت منه، عشان البيرنت بتاعك او البرايمري دومين كنترولر بتاعك ما يبقاش عليه هيد كتير، ما يبقاش عليه اليوزرز بتوعك، وما يبقاش عليه كمان الفروع بتكونكت عليه والكلام ده. فانت ممكن تقول له لا لما تيجي تريبليكيت تريبليكيت مع ال ايه؟ ما حسب. انا دلوقتي في الشغل لو عندي السيرفر بتاعي تقيل، يعني سيرفر تقيل جامد عافي، ممكن اخلي الناس تريبليكيت معايا عادي. لو السيرفر بتاعي نص ونص يعني خايف عليه، ممكن احط لهم اديشنال على سيرفر تاني مثلا اقل شويه واخليهم يريبليكيتوا من الاديشنال اللي موجود عندي. تفهم؟ اصل دي ما يعني ما اقدرش اقول لك ايه اللي بيحصل في الشغل، دي حسب الريكويرمنت اللي عندك. افرض ان انت عندك السيرفرين سواء الاديشنال او البرايمري بنفس القوه، خلاص يريبليكيت مع اي واحد، سيبها باي ديفولت، هو باي ديفولت هيريبليكيت مع الاسرع. لا لا خالص، اصل هنا عمليه الريبليكيشن بتتم في الاربع حاجات، في الدومين بارتيشن والكونفيجريشن والابلكيشن والسكيما بس، فما بتاثرش عليها في اي حاجه. فاهم؟ فانت هنا مثلا قول له ايه، سيب الويزرد هو اللي يختار، فهو باي ديفولت بص هتلاقيه راح معلم لك على ايه ده، وخلي بالك ان ده اصلا انا قافله يعني. نيكست طبعا هيقول لك الان تي دي اس والداتابيز واللوك فايلز والسيسفول، ويبدا ان هو يطلب منك الباسورد بتاعت الريستور مود. وهيبدا ان هو ايه يعمل، لا انا بحط له اي مش شرط بتاعت الادمنستريتور، حط له اي باسورد وتقول له ايه ريبوت وين كومبليت. هبص لي بقى ان الريبليكيشن بقى لما يتم في ديفرنت سايت. بص لو قفلنا الويزرد ده وفتحناه، هو لسه ما سمعش. كده بقى الاديشنال دومين كنترولر اللي نزل جوه السايت بتاعنا اللي اسمه كايرو اللي اسمه اليكس. لو انت جيت هنا دلوقتي كده دخلت هنا كده في الادمنستريتيف تولز اكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، هبص لي في السايت اللي اسمه اليكس، هبص لي ايه نزل لك السيرفر بتاعك اللي اسمه ADC2. هنا بقى كده عملية الريبليكيشن اقدر ان انا العب فيها. ان ذا سيم سايت ما اقدرش، العملية بتتم وقتي. في ديفرنت سايت قلنا من 15 دقيقة اقلهم لغاية كام؟ 10,080. لو حضرتك دخلت هنا كده في الانترنال سايت ترانسبورت، هبص لي ان الطريقة بتاعتي اللي انا ريبليكيت من خلالها يا اما RBC over IP يا اما عن طريق SMTP، وهتلاقي باي ديفولت هو عامل لك اللينكاية بتاعتك ان هي تكون ايه RBC over IP. ليه؟ لانك انت ما عندكش certificate server. الخطوات على فكرة واحدة، الفرق بس ان انت تنزل certificate server في السايت ده وcertificate server في السايت ده، انما الخطوات بتاعتها ان انت تعملها واحدة. اه
تمام. طيب قبل ما نتكلم عن عمليه الريبليكيشن ونتكلم عن الار بي سي اوفر الاي بي والاس ام تي بي، تعال نتكلم بقى عن ايه، ان احنا نشغل ال2003 از اديشنال، هننزل اديشنال على ال2003. تعال بقى هنا كده نيجي ونشغل السيرفر 2003 عشان بس ابقى وريتك كله، وبعدين بقى نتكلم عن عملية الريبليكيشن نفسها. خلي بالك بقى انا ال2003 هنا هنزله في السايت اللي اسمه طنطا. طنطا ده السبنت بتاعته ايه؟ العشرات صح؟ مش طنطا ده السايت بتاعه الرينج بتاعه العشرات؟ طيب يبقى احنا بس هنعدل في الراوتر ده، هنيجي كده في الراوتر ده ونعدل فيه، هنقول له مثلا 10 10 10 100 حلو كده. ده طبعا ورك جروب عادي خالص برضو، هنيجي نظبط له الاي بيهات بتاعته. لما فتحنا بقى تقيل هنديله ده 10 10 10 200 10 10 10 100 ويبقى الدي ان اس بتاعه كام؟ 192 168 1 200 لازم. ونظبط له كارت النتورك بتاعه، نخليه على نت 4 صح كده؟ بينك 10 تمام زي الفل. وليه البتاع ده مش راضي يكبر كده معانا؟ بس كده خلاص. هنيجي بس هنا كده بقى على الرواتر بتاعتنا ونعمل استاتيك روت جديده، ممكن تعدل في دي او تعمل واحده جديده. هنقول له نيو ستاتيك روت. لو حد سألك على 10 10 10 0 بالصبنت 255 255 255 0 ارمي اطلع من E2 ارمي على 62 2 2 2 بالمتريك بتاعنا 1 صح كده. ونيجي هنا على R2 ونعمل استاتيك روت جديدة. لو حد سألك على 192 168 1 0 بالصبنت 255 255 255 0 اطلع من E3 ارمي على 62 2 2 1. مفترض بقى انا اجي هنا دلوقتي كده اقول له بينج 192 168 1 200
يريبلاي 126 صح كده؟ الدنيا كده فل. بص بقى المفترض دلوقتي ان الراجل ده لما يجي اوتوماتيك من غير ما يطلع لي الحته بتاعت ان انا اختار اوتوماتيك ينزل في السايت اللي اسمه ايه؟ طنطا. تعالى بقى كده تفتح هنا كده وتقول له دي سي بروم. نيكست. طبعا نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه قبل كده. زهقتوا انتوا من دي سي بروم. هتقول له ده دومين كنترولر في نيو دومين ولا اديشنال؟ اديشنال دومين كنترولر. طيب نيكست. اديشنال من مين؟ لازم تديله الادمنستريتور بتاع اي بي سي صح؟ تديله الباسورد والدومين abc.local. تبراوز بقى هنا هتبص تلاقي حاطط لك ايه؟ عارف دي ما تجيش برضو غير لما يكون شايف الدي ان اس. نيكست. طبعا هيقول لك الان تي دي اس واللوك فايلز والسيس فول، ويبدا ان هو يطلب منك الباسورد بتاعت الريستور مود. وتبدا ان هو يعمل عمليه الريبليكيشن. شايف؟ نفس الكلام بالظبط. في اختلاف؟ في مشكله؟ انترفيس بس مختلف، الانترفيس بس كشكل مختلف. لو جينا بقى احنا هنا عايزين بقى نشوف عمليه الريبليكيشن بتتم ازاي. اتفقنا مع بعض ان ذا سيم سايت، يعني انا دلوقتي كده في كايرو عندي اديشنال هنا اتنين بيريبليكيتو باستخدام البروتوكول اللي اسمه كي سي سي، او لو احنا في ديفرنت سايت باستخدام الار بي سي اوفر الاي بي او الاس ام تي بي. هو باي ديفولت لوحده مكريت لك واحده ومسميها ايه؟ السايت لينك. عارف السايت لينك دي اللي هو مكريتها؟ لو انا دلتها مفيش ريبليكيشن هيتم ما بين اي واحد من الاديشنالز اللي موجوده في اي سايت، دول هيريبليكيتوا زي الفل عشان في نفس السايت. انما اليكس وطنطا ولا هيعرفوا اي حاجه عن كايرو. ماشي. تعالى بس لما يريبليكيت لما يخلص وبعدين نمسحها ونعمل واحده جديده. لا احنا نعمل اكتر من واحده. ركز بقى معايا. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاكتف دايركتوري از ناو انستولد اون ذيس كمبيوتر فور دومين اي بي سي دوت لوكال صح؟ ذيس دومين كنترولر اسايند تو ذا سايت. ايه يا ريس؟ طنطا. هل هو خيرني؟ ما خيرنيش، ده على طول اوتوماتيك شاف هو واخد اني اي بي وراح نازل في السايت اللي يندرج تحتيه. هيبدا بقى ان هو يقول لي فينش ويبدا ان هو يطلب مني ريستارتاي صح؟ عارف بقى لو انا جيت دلوقتي هنا كده وجيت على الحته بتاعت الاي بي دي وجيت هنا كده ورحت واقف على دي ورحت قايل له ديليت، يقول لي انت عايز ار يو شور يو ونت تو ديليت؟ اقول له انا عايز ادلتها. عارف كده انا لو كريت يوزر في كايرو ولا اليكس ولا طنطا هيعرفوا يريبليكيتوا معايا. عارف لو عدلت حاجه في الدي ان اس ولا اليكس ولا طنطا هيعرفوا يريبليكيتوا. عارف لو عدلت حاجه في الكونفيجريشن بارتيشن دي ولا اليكس ولا طنطا يعرفوا يريبليكيتوا. ليه؟ لان اللينكات اللي ما بيني وما بينهم وقعت. ازاي؟ ده وانا قاعد في طنطا ببنج على السيرفر بتاعي اللي في اليكس. اه مفيش مشكله انت بتبنج اه، بس انا مش سامح لك ان انت تعمل ريبليكيت. طب ايه الحل؟ الحل ان حضرتك تعمل سايت لينك لكل فيزيكال لوكيشن موجود عندك. فاحنا هنضطر كده نعمل كام سايت لينك؟ نعمل اتنين، واحد خاص بكايرو اليكس واحد خاص بكايرو طنطا صح كده؟ فاجي اقف هنا كده ايه؟
من دي باي ديفولت كانت تعمل الاثنين. مين واحده زيها؟ ممكن بس انا ما بحبش كده بقى. ليه بقى؟ عشان انا احدد ان كايرو يريبليكيت مع اليكس في وقت وكايرو يريبليكيت مع طنطا في وقت تاني، علشان ما يجيليش كل السيرفرات عايزه تريبليكيت في نفس الوقت توقع لي الدومين بتاعي. ده انا هخلي دول يريبليكيتوا مثلا من الساعه 12 مثلا للساعه 1، والتانيين يريبليكيتوا مثلا من 2 ل 3. يبقى انا اديت للسيرفر بتاعي راحه ساعه وتحكمت في عمليه الريبليكيشن. تفهم؟ انما لو سبتها كده هتبص تلاقي بتاع كايرو، هتبص تلاقي اسوان جايله وطنطا جايله واليكس جايله، هيقوموا موقعينه. اديشنال الناس توزنتكيت من خلاله، مش انا كنت بحكي لك. ما لو شلتها خلاص اللي موجودين هم اللي هيوزنتكيتوا، انما انا عملت يوزر بقى جديد ما مش هينفع. هاجي بقى انا هنا كده اقف على الاي بي، وخلي بالك هو الاس ام تي بي نفس الخطوات بالظبط، يعني هي الخطوات واحده. هاجي كده واقول له انا عايز اعمل لك نيو سايت لينك. السايت لينك ده اسمه ايه؟ اسمه كايرو. اليكس. واد اليكس واد كايرو. قول له اوكي. كده الريبليكيشن يتم ما بين كايرو واليكس فقط لا غير. لو حضرتك بقى جيت وقفت كده عليه وعملت دبل كليك، هتبص تلاقي ان الريبليكيت بيتم كل قد ايه؟ باي ديفولت كل 180 دقيقه. فاهم؟ انت ممكن تتشنج السكادول وتديله تقول له مثلا كل ساعه، كل ساعتين، كل 3 ساعات، براحتك. تبدا ان انت تعمل له سكادول للريبليكيشن. ممكن تقول له لا ما تعملش ريبليكيشن خالص الصبح. يعني احنا مثلا شغالين من 9 ل 8، قول له يوم الجمعه ريبليكيت طول اليوم ماشي ما فيش مشكله، انما بقيه الوقت مثلا احنا هنريبليكيت من 8 الصبح لغايه 8 بالليل، ده وقت العمل، ما تعملش ريبليكيت خالص عشان ما توقعليش الدنيا وتقل الدنيا. يبقى هو هيريبليكيت كل 180 دقيقة، بس في الأوقات دي لأ. أنت فاهم قصدي؟ ها؟ وتبدأ إن أنت تقول له أوكي عادي براحتك. طب الكوست دي وظيفتها إيه؟ الكوست دي هشرحها لك بس كمان شوية. اتفهمت؟ طب افرض ان انا قلت له ريبليكيت كل 10 دقايق، قلت له ابلاي، راح مطلع لي ايه؟ رساله قال لك لا بليز انتر الفاليو بتاعك بتوين من 15 دقيقه لغايه 10080. فلازم ايه؟ تبقى حافظها كويس. فال10 ما تنفعش، انما لو قلت له كل 15 دقيقه ماشي، بس في الاوقات اللي انا اديتها له، في الاوقات المتاحه. اتفهمت؟ ولازم بقى تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل لك نيو سايت لينك كايرو. طنط. وتاخد كايرو وتاخد طنط. وبرضو تظبط له عمليه الريبليكيشن وتعمل له سكادول. حلو. وتيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل لك واحده جديده كايرو اسوان. خلي بالك انت بتطبق الكلام ده، يعني الكلام اللي هو بيتطبق ومدود السلك والسلك اتمد ومش عارف ايه والكلام ده، انت بتطبقه بقى ايه؟ على السيستم بتاعك. فهمت؟ وبرضه ممكن تقول له ايه كل ربع ساعة براحتك.
تمام كده. طبعا بقى كده لو جيت هنا كده على الاديشنال دومين كنترولر ده الراوتر هبص لاقي ايه هو 2003 بس عادي خالص ما هو بقى اديشنال 2003 ايه المانع ان انا يكون عندي اديشنال 2003 هبص لاقي خد ايه خد كل حاجه برضو لو دخلت هنا كده على الكونفيجريشن بارتيشن اللي هو الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز هبص لاقي السايت اهو خد لك اليكس وخد لك اسوان وخد لك كايرو وخد لك ال اللينك اللي ما بينك وما بينه خد كل حاجة لا ما هو configuration partition ده انا هفهمك على حاجة ده وهو بيقوم احنا كنا بنعملها فعشان كده وهو بيقوم خده ماشي هبص لاقي ايه بقى دلوقتي انا اقدر ان انا ريبليكيت ما بين كايرو اليكس وما بين كايرو اسوان وما بين كايرو طنطا صح كده طيب ركز بقى معايا في حته مهمه قوي دلوقتي انا اللينكايه اللي ما بيني انا رحت للسيرفيس بروفايدر مثلا وليكن تي داتا او نور او اي حاجه عملت ما بيني وما بين كايرو وما بين طنطا لينك وما بين كايرو وما بين اسوان لينك وما بين كايرو وما بين اليكس لينك حلو كده طيب انما ما بين اسوان واليكس مفيش لينك وما بين اسوان وطنطا مفيش لينك وما بين اليكس وطنطا مفيش لينكايه يعني انا لو قعدت على جهاز من طنطا ابنج على اليكس ما بيردش عليا صح واحنا اتفقنا مع بعض ان الاديشنال دومين كنترولر كلهم كبار عندي يعني انا لو عدلت في واحد في اليكس المفترض ان هو يسمع في كله صح طب ما هيسمع في كله ازاي اذا كان انا ما بين اليكس وما بين اسوان او ما بين اليكس وما بين طنطا مفيش لينكايه صح تفهم ايه المشكله فلازم علشان يسمع لازم تتم عمليه ريبليكيشن ما بين كايرو واليكس وبعدين لما كايرو يريبليكيت مع اسوان ياخد المعلومات اللي كانت عند اليكس وبعدين لما طنطا يريبليكيت مع كايرو ياخد المعلومات اللي كانت عند اليكس واسوان صح قال لك طب ايه رايك لو احنا عملنا حاجه اسمها لينك بريدج بريدج يعني كوبري ايه بقى اللينك بريدج دي ان انا ما فيش ما بيني وما بين اليكس ما فيش ما بينه فعلا وما بين طنطا فيزيكال كونكشن يعني ما فيش سلك بس ايه رايك لو خلينا كايرو كوبري بالنسبه لي هي اللي تعمل عمليه الريبليكيشن بس الداتا وهي ماشيه رايحه لكايرو ما تقفش فيه يعني ما تعملش ريبليكيشن في كايرو دي تعديه على طول انت فاهم القصه ازاي حد تايه ولا ايه فاهم انا ركز معايا بالراحه انا دلوقتي في كايرو لو عدلت حاجه في كايرو كده وكده هتسمع في طنطا وهتسمع في اليكس وهتسمع في اسوان ليه لان كايرو ده البرايمري وفي ما بيني وما بين اسوان وما بين طنطا وما بين اليكس كونكشن انما لو عدلت حاجه في اليكس استحاله تسمع في طنطا واسوان غير لما تروح تريبليكيت مع كايرو صح طيب قال لك ايه رايك لو احنا عملنا حاجه ظريفه قوي مش احنا قلنا ان احنا ما بين كايرو واليكس هنخليها في وقت وما بين كايرو وطنطا في وقت وما بين كايرو واسوان في وقت تاني يعني هاجي هنا مثلا واقول عمليه الريبليكيشن مثلا في كايرو مثلا اليكس تتم مثلا بص تتم مثلا كل يوم من 8 ل 10 حلو مره واحده بس في اليوم 3 ساعات دول او من 7 ل 10 هي كده من 7 ل 10 كده من 7 ل 10 3 ساعات دول حلو كده
ده في كايرو أليكس. وفي كايرو أسوان أقول لأ عملية الريبليكيشن هتتم من 12 لواحد برضو الثلاث ساعات كده أربعة. ماشي ها ماشي خليها كده يعني. المهم إن في إيه في أوقات مختلفة. وأقول إن ما بين كايرو وما بين طنطا هتتم عملية الريبليكيشن في الوقت ده كلها أوقات إيه مختلفة صح كده. يبقى أنا علشان أليكس يسمع في طنطا لابد إن هو يستنى الوقت بتاع الريبليكيشن اللي ما بين طنطا وما بين كايرو صح علشان خاطر يسمع. قالك لأ ما احنا بقى في الأوقات الفاضية دي ممكن نعمل ريبليكيت ما بين أليكس وما بين طنطا عن طريق القاهرة بس الداتا ما توقفش في القاهرة دي تمشي على طول. طب ده أنا عملته ليه كده؟ علشان ما فيش ما بيني وما بينه سلك. فاهم يا أبو حميد؟ إزاي بقى تتعمل؟ لو وقفت هنا كده ممكن تقول له أنا عايز أعمل لك نيو سايت لينك بريدج كوبري. سميه إيه مثلا؟ سميه أليكس طنطا. بص بقى لازم تختار له حاجة. يا اما تختار له دي كده تختار له كايرو طنطا وكايرو أليكس صح؟ علشان خاطر هو الكوبري هيمشي ما بين ده وما بين ده. تفهم قصدي؟ طيب شايف بقى انت لما بتقف هنا كده في كايرو بتلاقي حاجة اسمها الكوست. عارف الكوست دي ايه؟ الكوست دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب 1024 على لوج الباندويتس بتاعتك. 1024 على لوج الباندويتس. باندويتس بتاعتك اللي انت مشتريها. انت مشتري 512 مشتري 1 جيجا مشتري 2 ميجا براحتك. السرعة بتاعتك كلمة باندويتس السرعة بتاعتك. حلو كده؟ فانت ازاي بتحسبها؟ اهو لو جيت هنا كده كالك بس قول له بتاع دي كده تقول له ايه 1024 على لوج الباندويتس. يعني لو الباندويتس مثلا بتاعنا 1 ميجا يبقى 1024 لوج. فين لوج؟ لوج تبقى دي تقول له ايكوال يديك 340. تكتب له بقى هنا الكوست بتاعك 340. اه طبعا انت اللي بتحسبها. حلو كده؟ طب هتفيدني بايه الكوست دي؟ ركز بقى معايا. يبقى الكوست كده ما بين كايرو طنطا 340 صح؟ طيب انا بقى هاجي هنا كده في أليكس كايرو الباندويتس بتاعتي اللي ما بيني وما بين اسكندريه كانت ما بيني وما بين طنطا 1 ميجا. ما بيني بقى وما بين اسكندريه 2 ميجا. فانا لما اجي هنا كده واقول له ايه 1024 على ها 2048 لوج تساوي كام؟ 309. فانا تكتب له 309. ايه بقى لازمة الكوست دي؟ الكوست دي بيشوف الطريق الاقل. لما ابدأ عملية الريبليكيشن ركز معايا لما ابدأ عملية الريبليكيشن ابدأها من أليكس تروح لطنطا ولا ابدأها من طنطا تروح لأليكس؟ هتبقى اني اللي اسرع حسب الكوست الاقل. انت مسافر اسكندرية عندك طريق صحراوي وطريق زراعي. الصحراوي يفرق عن الزراعي في 20 كيلو اقل. لما تكون انت مستعجل تمشي منين؟ الصحراوي. تفهم؟ في السفر وانت مسافر بتمشي في انهي طريق الاقل. انا ليه امشي كتير؟ فنفس القصة لما الراجل ده هيجي في اللينك بريدج لما يجي يبدأ ان هو
يبدا ان هو في اللينك بريدج هنا كده يروح هيبص للكوست انهي اللي الكوست بتاعه اقل كايرو اليكس صح يبقى عمليه الريبليكيشن تبدا من اليكس توصل لطنطا عشان دي الاسرع عشان اللينكايه كده اسرع خلاص لو عندي الباندويتس متساوي خلاص مش هتفرق هتمشي من اي طريق لو الباندويتس بتاعتي لو عندي الكوست بتاعي 100 و100 خلاص يريبليكيت من هنا يريبليكيت من هنا مش هتبقى فارقه معايا اتفهمت ولا صعبه لا ما هو ما بياخدهاش بقى رايحه جايه لو الكوست اقل بيمشي في سكه اللي الكوست الاقل بتاعه فهمت ايه يا عم لا انا ما بيني انا بص كايرو اليكس الكونكشن اللي ما بيني وما بينه 2 ميجا وكايرو اسوان الكونكشن اللي ما بيني وما بينه 1 ميجا اتنين ميجا اللي هي كايرو اليكس يبقى كده يمشي الاول من كام اسوان يا عم ايه اسوان ايه اللي دخل اسوان في هو انت عشان من اسوان خلاص يا ابني انا بقول لك كايرو اليكس ماشي كايرو اليكس 2 ميجا ماشي وكايرو طنطا 1 ميجا يبقى كده ياخد طنطا الاول كايرو طنطا ياخد كايرو طنطا ايه يا ابني هو دلوقتي هيمشي السكه الطريق اللي هيمشي له الطريق اللي هو هيمشي له خلاص لما يجي يمشي بيبص للكوست الاقل ويبدا يريبليكيت من ناحيته فمين الاقل لما حسبناها ال 309 اقل من ال 340 يبقى كده لما يريبليكيت من اليكس يبدا عمليه الريبليكيشن من عند اليكس تروح لطنطا هتبقى اسرع من لو بداها من طنطا تروح لاليكس وصلت الحمد لله يا اسوان ده اتفهمت ولا ما اتفهمتش لما نيجي بقى احنا نريبليكيت اليكس عايز يريبليكيت مع كايرو صح طيب كايرو فيها اتنين فيها الاديشنال وفيها البرايمري اريبليكيت مع مين فيهم حسب اللي انا مختاره من هناك لا هنا بقى ده في الويزرد وانا بعمل انستول لو انا اخترت الاديشنال خلاص بيريبليكيت ده اول مره انما هنا في الكونفيجريشن بارتيشن بعد كده في الحته بتاعه الكونفيجريشن بيريبليكيت مع الاسرع اللي يرد عليه اسرع اللي مش بيزي هيقول يا جماعه انا عايز اريبليكيت لو رد عليه الاديشنال يريبليكيت مع الاديشنال لو رد عليه البرايمري يريبليكيت مع البرايمري فاكرين الدي ان اس الويت والباريوريتي نفس القصه طب افرض ان انا عايزه ريبليكيت مع الاديشنال بتقف كده على الاديشنال وتجيب البروبرتس بتاعتك هتلاقي عندك ايه هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها ايه البريدج هيد الكبير مين اللي ريبليكيت معاه مين البريدج هيد بتاعي تقول له اللي هو ده ما انت بقى عندك اهو يا اما عن طريق الاي بي يا اما عن طريق الاس ام تي بي صح فتبدا ان انت تريبليكيت مع اي واحد منهم فلو انا جيت هنا كده وقلت له ابلاي اوكي لما الناس دي تيجي تريبليكيت هتريبليكيت مع الاديشنال دومين كنترولر مش مع البرايمري دومين كنترولر يبقى كلمه بريدج هيد ايه معناها ايه الكبير فهمت اخر حاجه بقى عايز اقولها لك ان لما بتيجي هنا كده في الحته بتاعه الريبليكيشن برضو من ضمن الفوائد بتاعه الريبليكيشن لو جيت وقفت هنا كده مثلا على الصابنه دي وجيت وقفت عليها وجبت البروبيتس بتاعتها هتبص تلاقي عندك حاجه هنا اسمها لوكيشن ارحمكم الله عارف اللوكيشن دي ودمت وظيفه اللوكيشن ايه ان انا اكتب له لوكيشن لبرنت سيرفر لشير فولدر لاي حاجه لما الناس تيجي تكونكت عليه تكونكت عليه عن طريق اللوكيشن بتاعه طب هي دمت ليه دمت عشان هي باي ديفولت بتبقى دمت لازم حضرتك تفتحها عن طريق جروب بوليسي
لازم تفتحها عن طريق ايه؟ الجروب بوليسي. فلو دخلنا هنا كده في الاكتف دايركتوري في الادمنستريتيف تولز جروب بوليسي مانجمنت، ممكن نعملها على مستوى الدومين، يعني ممكن نعملها على مستوى الدومين كنترولر اللي اسمه ايه دي سي في الديفولت دومين بوليسي. لو دخلنا هنا كده في الديفولت دومين بوليسي هن ايديت بوليسز، في الادمنستريتيف تولز برينترز هتلاقي عندك حاجة اسمها بري بابيوليت برينترز سيرش لوكيشن تكست، خلي لي دي انيبل. تمام كده. لو جينا بقى دلوقتي هنا كده نعمل ريفرشها بس للبوليسي بدل ما نعمل ريستارت، يعني لو جينا بقى دلوقتي هنا كده Active Directory Sites and Services جينا وقفنا عند ده، جبنا البروبرتس بتاعته Location، هبص لقى Location اتفتحت، تبدأ ان انت تبراوز. طبعا انت ما عندكش اي Location، فممكن بقى مثلا تيجي هنا كده وتكتب له لوكيشن، مثلا تقول له ايه مثلا اي حاجه مثلا 27 مثلا ذاكر اي حاجه مثلا اي حاجه، بلاش 27 ذاكر حسين مثلا، خليها 27 نصر سيتي مثلا، اي حاجة يا عم، اي كلام في البتنجان. بص لما تيجي انت هنا كده وتجيب البراوزنج اللوكيشن تكتب له اللوكيشن بتاعك، هتلاقي هنا تحت الاكتف دايركتوري بتاعك. لما تقول له اوكي ابلاي اوكي، حلو كده. لما تخش بقى انت هنا دلوقتي تسطب برينتر، تيجي هنا كده في كنترول بانل وتقول له انا عايز اعمل لك نيو برينتر مثلا، اسطب برينتر. Add printer local printer على LPT، HB مثلا، next هيبدأ يعمل install للبرينتر. على بال بقى ما يعمل انستول للبرينتر نفتح بس الاكس بي ده، بص بقى انت دلوقتي البرينتر ده انت عايز تشيره صح؟ طب قول لي بقى اللوكيشن بتاعك، هتفتح تلاقيه، تلاقي بقى اللوكيشنز بقى بتاعتك. بص انا ممكن اجي هنا
واعمل لوكيشن لبتاع مثلا ايه طنطا، اجيب البروبرتس بتاعته لوكيشن واقول له مثلا ايه اديك لوكيشن جديد مثلا اي حاجة طنطا. لما تيجي بقى انت هنا تسطب البرينتر تجيب اللوكيشن بس كده ديليت ده، براوز هتلاقي طنطا وتلاقي ايه انت بقى عشان لما تيجي تحب تكونكت عليه. شفت الدنيا بقى بتكتمل ازاي؟ تقول له مثلا البرينتر ده يبقى في مدينة نصر، نيكست تيست بيج، لا فينش، وتيجي تاني هنا وتقول له انا عايز مثلا سطب لك برينتر تاني نيكست، قول له مثلا ده نيكست نيكست براوز. بص بقى هو ده احنا كنا خليناه في نصر سيتي صح، تقول له في طنطا فينش. بقى عندك اتنين برينتر صح. انا بقى كيوزر دلوقتي بص وركز معايا، انا كيوزر دلوقتي هجوين الدومين ده، هجوين الدومين عن طريق ايه؟ اقول له 100، اقول له 10 10 10 واحد. عشرة عشرة مية. والدي ان اس بتاعي يبقى عشرة 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 ميتين اللي هو في اللوكيشن بتاعي صح كده؟ ظبط له بس ايه يا باشا؟ ممكن بس انا مش عايز كده. بتقول ايه؟ يا عم ما فيهاش مشكلة، ما بس كده لما يحب يوزنتيكيت وهو قاعد في طنطا، الراجل ده دلوقتي في طنطا هيحب يوزنتيكيت ولا هيحب يخش؟ هيخش عن طريق اللينكات اللي هي عن طريق الراوتر والراوتر والراوتر. طب ما انا حاطط له اديشنال في طنطا. وبعدين ركز بس معايا في الحته دي، انا عايز بس اوريك حاجه. بص دلوقتي انا لو جيت دلوقتي هنا كده وقلت له احنا عايزينك تجوين الدومين، abc.local هيعرف يوصل ولا لا؟ مش هيعرف يوصل. ليه؟ لان الاديشنال لسه ما تزبطش عليه، عشان ده 2003 لسه ما تزبطتش عليه الحته بتاعت الكونفيجريشن بارتيشن بتاعت الابليكيشن بارتيشن. ده دلوقتي لو دخلت عليه كده في 2003 في 2003 الموضوع مختلف شويه. الدي ان اس هنا لو جينا كده نخش هنا كده في الادمنستريتيف تولز مش هنلاقي اصلا دي ان اس نازل، لانك لازم تسطب الدي ان اس، لازم تظبط ايه؟ لازم تسطب الدي ان اس. خلاص طيب تعالى احنا هنا كده نسطب دي ان اس. في 2008 كده او كده الدي ان اس بينزل. خش نتورك سيرفيسز ديتيلز وتقول له انا عايز اسطب الدي ان اس.
ايه اللي حصل؟ خد الدي ان اس اهو بتاع ايه؟ بتاع البيرنت. لما تيجي بقى انت دلوقتي هنا كده تقول له اي بي سي دوت لوكال، ايه اللي حصل؟ جاب وشاف والدنيا اتظبطت. طيب قول له بقى الادمنستريتور بص بقى دلوقتي كده هنيجي هنا كده ونقول له احنا عايزين نخش على اي بي سي. كده الراجل ده عمل جوين للدومين ودخل عن طريق ان انا مشاور له على الدي ان اس بتاع الاديشنال دومين كنترولر اللي موجود عنده في نفس السايت بتاعه، صح؟ تعالى كده نشوف الراجل ده لما جه عمل اوزنتيكيشن، عمل اوزنتيكيشن عن طريق مين؟ تكتب له ست. مين اللي عمل له اوزنتيكيت؟ اي بي سي 3. يعني مين اللي دخله؟ يعني ما راحش للاديشنال للبرايمري دومين كنترولر بتاعه، ده راح سال مين؟ راح سال الراجل اللي معاه في نفس اللوكيشن بتاعه، صح؟ طب تعالى كده عشان تتفهم. تعالى كده، لا اعمل بس ريستارت عشان المكنه نفسها محتاجينها ان هي تقوم تروح للراجل اللي هناك. خلص بس وبعدين بتكلم. يا راسي ايه بس في الحر اللي انت فيه ده؟ تعالى كده بقى قول له ست. ركز بس معايا، ها مين اللي عمل له لوجن؟ ايه ده؟ مع ان انا مشاور له على الدي ان اس ده، صح؟ لا ما هي العملية ايه؟ لا ما هي العملية متكاملة يا رجالة، بس هو هنا لما راح يعمل اوزنتيكيت بص لقى ان الراجل ده موجود في سايت تبع مين؟ تبع الاديشنال دومين كنترولر، موجود في سايت تبع الاديشنال دومين كنترولر اللي هو في طنطا عن طريق الاي بي. فبرضه لما عمل له عملية اوزنتيكيشن عمل له عملية اوزنتيكيشن من خلال السيرفر ده. انما بقى لو حضرتك جيت دلوقتي هنا كده وقفلت لي السيرفر ده فاهم؟ وجيت بقى بعد كده عملت لده ريستارتاية
نقفله خالص ونفتحه من جديد، صح كده؟ بص بقى عملية الاوزنتيكيشن دلوقتي، لو جيت دلوقتي كده وقلت له ست برضو ده في ايه ده يا عم؟ طب استنى، ما مفيش دي اتش سي بي عندنا. اقول لك بقى ايه المشكلة دلوقتي، واحد يقول لي ايه المشكلة؟ ان الراجل ده في الدي ان اس برضو، تبقوا كويس ان هي طلعت دي. الراجل ده في الدي ان اس كده، والراجل ده اسمه كلاينت، صح؟ لا طب ما هو مسجل نفسه هو في الدي ان اس. ها بتقول ايه يا باشا؟ في الريلي ايجنت يعني تعمل له ريلي ايجنت ممكن، بس يعني بس ليه؟ انا مش عايز اعمل كده، انا عايز بس اوريكم حاجه، ان الراجل ده دلوقتي هيوزنتيكيت من البرايمري بتاعه، بس نعرف نشوفه اذا كان هو شايف البرايمري اصلا ولا مش شايفه. طيب امال في ايه؟ نعمل له بس الريستارت كده عشان التهييس ده يفك. تقول ايه يا باشا؟ في حاجه؟ لا 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 ملهاش علاقه بقى، ما خلاص ما انا شاورت له على الدي ان اس بتاع البرايمري، انا عايزه بقى يخش دلوقتي من البرايمري. هي لفت معاكم ولا حاجه؟ تعالى كده بس اقول لك انا ممكن تكون المشكلة في ايه. هل الراجل ده راح سجل نفسه ولا لسه ما راحش سجل نفسه؟ عارف ايه المشكلة؟ الراجل ده ما سجلش نفسه. عارف ليه ما سجلش نفسه؟ لاني في الريبليكيشن ما لسه ما فاتش الثلاث ساعات او الاوقات بتاعت الريبليكيشن. انت بقى ممكن بقى تعمل ايه؟ بص ممكن تيجي هنا كده، ده ال 2003 اهو، ممكن نيجي دلوقتي هنا بس. شفت؟ طب دي كويس اهي ان انت شفتوها، يبقى كده انا لما عملت جوين في اسكندريه المكنه ما سمعتش اهي في القاهره، لان انا مش محتاجه ان هي تسمع في القاهره. تعالى بقى هنا كده في اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، وتعالى هنا كده
على الاي بي سي اوفر الاي بي. فين بقى اليكس؟ هو ده البتاع ده في طنطا، ده في طنطا. ممكن تيجي هنا كده في كايرو وتقف على السيرفر بتاعك، تقف هنا كده وقول له ريبليكيت ناو. ما انا فتحته. قول له ريبليكيت ناو. يعني انت ممكن على فكره عمليه الريبليكيشن تعملها مانيوال. طبعا هو بس هيهيس شويه عشان خاطر معاه 50 واحد. مع البيرنت بتاعه. يا عم ما علينا. يعني المفترض، بصوا بس، المفترض ان هو دلوقتي، لا هي مش تهييسه بس هو لسه مش قادر يسمع. المفترض ان هو بعد ما يسمع عمليه الريبليكيشن، بعد ما تسمع المفترض ان انت لما تيجي هنا كده في كمبيوترز هتلاقي الكمبيوتر اللي هو اللي اسمه كلاينت. ففي الحاله دي لو البرايمري بتاعه وقع هيضطر، لو الاديشنال بتاعه وقع هيضطر يروح للبرايمري اوزنتيكيت من خلاله. ماشي، مش اشكال يعني، بس عشان ما تعملش مانكريتهاش مانيوال وتعمل كونفليكت. الفكره بقى وما فيها، بص ان ما انا مش عايز اعدل، ايه اللي هيخليني اعدل اللحظه يعني؟ بس انا بديك فكره، انما الطبيعي ان انا لما جوين مكنه في اسكندريه مش محتاجه تاكسس حاجه في القاهره. تفهم؟ لو جيت بقى انت هنا دلوقتي كده في الستارت، جينا هنا في الكنترول بانل، عايزين بقى نادكم برينتر، هنقول له ايه؟ فين برينترز؟ برينترز اند فاكسز. ها تقول له اد برينتر. ها البرينتر ده مش لوكال برينتر اتاتشد تو انذر كمبيوتر. نيكست، فايند ان دايركتوري، نيكست. بص بقى لما تيجي هنا كده تبراوز هيجيب لك ايه؟ اي بي سي. هو لسه ما سمعتش الحته بتاعت ال قول له مثلا انا عايز في اللوكيشن، في اللوكيشن اللي اسمه مثلا نصر، فايند سبعة وعشرين. ما هو باي ديفولت، ده في 2008 باي ديفولت ما بيبقاش ليستد ان دايركتوري. عارفين في 2003 باي ديفولت بيبقى ليستد ان دايركتوري. بلاي لو جيت بقى انت دلوقتي قلت له فايند، شايف؟ جابها اهو على طول. طب بس انت هنا لما تبراوز يجيب لك اللوكيشنز بتاعتك يعني. بس انت شفت انت ممكن تسيرش بقى باللوكيشن ازاي؟ لو التانية لو قلت له طنطا،
فايند جاب لك اللي في طنطا، فانت ممكن بقى تختار البرينتر وتكونكت عليه. طبعا هنا هيجيب لك الاثنين عشان انت قلت له فايند فيجيب لك الاثنين. لو اخترت ده كده البرينتر ايه، مفيش كونكشن مع السيرفر ايه بس. كم علينا يعني، هي تهيسة بقى وخلاص. انت ممكن اصلا تفتح الشير فولدر اهو، اي شير فولدر هناك تفتحه. نزلت انا بقول لك تهيسه اشتغلت اهي. ها تمام ولا ايه؟ اتفاهم الليله دي سهله؟ لكم سؤال؟ دي قصه الريبليكيشن لما تتم ما بين تو سايت، يبقى ما بين تو سايت عمليه الريبليكيشن بتتم يا اما عن طريق الاي بي الار بي سي اوفر الاي بي، يا اما عن طريق الاس ام تي بي، ولازم تعمل له سايت لينك. ولو عندك اتنين مفهومش فيزيكال كونكشن ما بينهم وما بين بعضيهم اعمل له ايه؟ سايت لينك بريدج. تمام كده؟ طيب انما عن طريق نفس ان ذا سيم سايت بيبقى البروتوكول المستخدم الكي سي سي. لكم سؤال في عمليه الريبليكيشن سهله؟